السلام عليكم، أنا محمد غنايم. استيقظت في فجر يوم ماطر، فتوضأت ثم نظرت في المرآة فوجدت شخصا بدون وقت. في الغرفة على مكتبي يوجد مئات الصفحات التي تحتاج إلى دراسة، ولدي دوام في المشفى وعمل في مركز سنابل لزراعة الشعر وتصوير وأمور كثيرة أخرى. فضاقت نفسي وأخذت أفكر عن حل. أريد أن أسألك سؤال الآن وأجبني بصراحة في سرك، هل أنت راضي عن وقتك وكيفية مروره أو استغلالك له؟ نعم أم لا؟ أجبني من فضلك. لا، أسمعها من هنا وكأن صوت ضميرك عابر للقارات. كنا ذلك اليوم جالسين مع أحد أكبر الأساتذة في قسم الجراحة العامة، وكان ذلك الرجل يتباهى بإنجازاته وما حقق من نجاحات، ثم قال لنا متفاخرا: وأنا في سنوات دراستي للطب العام كنت الأول في لعبة تنس الطاولة على مستوى الوطن. فبدأ الأمر غير منطقي لنا، يعني كيف تملك وقت للعب والدراسة والتفوق في نفس الوقت؟ يعني احترم عقولنا يا رجل. فسأله أحد الأطباء مستغربا: كيف ذلك يا أستاذي ونحن لا نملك وقت للحلاقة حتى؟ فتغيرت نظرة الأستاذ وقال: لا بل تملك، ولكنك تحب أن تبدو بهذا المظهر الغير أنيق، لذلك نحن فرضنا قانون هنا يمنع إطالة الشعر أو اللحية في فترة التطبيق العملي، والمشكلة أنكم أنتم قدوة هذا المجتمع وعنوان حضارته والحامين لصحته ولا تعرفون كيفية تنظيم أوقاتكم. يعني من الآخر مزح الأرض فينا. على الرغم من كلماته القاسية إلا أنه محق جدا، يعني الرجل الذي سأل السؤال يعني شعره كأنه خارج من كف. باختصار، سبب عدم رضانا عن أوقاتنا هو بسبب تأجيلنا المستمر للأولويات، هذا ما فهمته من كلماته. نؤجل يوما بعد آخر إلى أن يصبح التأجيل غير ممكن، ثم لا نحقق الهدف. مثلا على مستوى الدراسة يكون لديك اختبار بعد أسبوع لنفرض، فتستمر في تأجيل التحضير له إلى يوم قبل الاختبار، مع أنه كان بإمكانك الدراسة له من أسبوع كامل ولكنك لم تفعل. ونفس الحال ينطبق على باقي أولوياتنا. في نظرية بارتيو تقول أن 80% من النتائج قادتنا إليها 20% من الأسباب. كلام معقد، باختصار أن الفروقات الصغيرة تصنع إنجازات كبيرة. ثم أبحرت في التفكير قليلا فوجدت أن الصلاة أفضل مثال لتنظيم الوقت وإنجاز الأمور في أوقاتها. 5 صلوات في اليوم لو صليتها في ذات وقتها لنلت الجنة، وهي أعظم ما قد ينال. ونفس الحال على لو طبقت أولوياتك في ذات أوقاتها لنلت أهدافك من مال وتفوق ونجاح وأمور دنيوية أخرى. ولكن إذا لم تفعل، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم بعد كل ذلك التفكير والتفكر وجدت نفسي ما زلت أمام تلك المرآة أحدق فيها، فكان لابد من قرار، لابد من خطة لتنظيم الوقت، وهكذا فعلت، وأتمنى أن تفعل أنت أيضا كذلك. ومن الواضح أنكم لم تكونوا في الخطة، أعتذر جدا. الفكرة أحبتي في الله ليست بي أو في انعزالي، بل هي أكبر من ذلك بكثير. فاليوتيوب مليء بالقنوات الجيدة التي تغنيكم عن قناتي، ولكن الفكرة هي في الوقت نفسه وبك أنت. فوالله إني أحبكم في الله وأتمنى أن أبقى بصحبتكم دائما، ولكن هو الوقت. وأشكر جدا كل من استفسر عن سبب غيابي، والسبب هو الوقت. تقول ديانا في كتابها لا تتأخر أبدا، تقول: قبل كتابتي لهذا الكتاب خسرت الأصدقاء، تعرضت للطلاق، وقعت في المشاكل، دائما كنت أتأخر وأجل الأمور، أما الآن فأنا أقدم لكم تجربتي حتى لا تقعوا في نفس الأخطاء. وأنا كذلك أقول، وإن شاء الله هذه عودة لنا والعود أحمد. أتمنى أن تسامحوا غيابي، فوالله إني اشتقت لكم واشتقت لتعليقاتكم الطيبة الراقية التي تدل على جمال ورقي أخلاق صاحبها، متمنيا من الله سبحانه وتعالى التوفيق التام لكم في حياتكم. يقول الشاعر: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، ودمتم في أمان الله. مركز سنابل لزراعة الشعر، خطوتك نحو المظهر الجذاب.